معكم أخوكم محبكم إبراهيم الحامد علي الستالي إمام خطيب جامع الوادي من عام 1985 ورواد التربية والتعليم والعلوم الشرعية وغير الشرعية وفي الأحلام أيضا. قد فسرت الشيخ محمد الصالح الله يرحمه حنا في بيته رؤيا هاجمت الفرق الصبح حتى أنه وقف على رأس قال وش دراك وش دراك؟ قلت أصبر أنا صح ولا غلط؟ قال لا والله لا صح ما شاء الله شلون لقيته؟ قلت حنا نفسر أحلام فيه نقطة الرؤيا نمسكها مثل البيوز أو الغطا أو الشفرة ونشهد، لكن يا شيخ الله جزاك خير هي صح؟ قال لي بالله صح. سبحان الله. وكذلك أذن لبعض الطلاب إذا أراد الناس على ذلك يحولهم عليه. المهم في شعبان 1440 كانت الجلسة الثقافية في عنيزة بدأت عام 1380 وانتهت في رجب 1441. وإذا واحد في شعبان الماضي 1440 قال أبو حمد سحابة سودة 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 غشت العالم كله ما فيها جزيرة العرب ما كانوا السعودية. قلت أعوذ بالله والله اللي ما ودي أفسره لك لكن هذه خطيرة 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 أرجو الله لا تقع. سيأتي مرض خطير من الشرق ويغشى العالم كله منذ الدولة المباركة ثم وكله شهداء وضحايا وبيلخبط العالم ويحتاج إلى كل يجاهدون في كل بلد. قلت بعده قال الثاني وعجل وشوف رقية ثانية. قلت نعم كشفت سحابة تمطر دم وداية وجروح أو صديد. قلت أنا أمحق الله يكفينا شر ذاك يا ناس فكونا من هذا البلاوي يا أخي هذا مرض خطير السماء يطير سوف يجتاح العالم كله أصيب من أصيب وسلم من سلم. قلت وغيره كشفت من السماء تمطر مطرا غزيرا لا رعد فيه ولا برق ها والأرض كلها درة بيضاء والناس يضحكون ويصفقون ويصفرون يأكلون فواكه خضروات من جميع أشكالها وأطعمة ما شاء الله هم أحسن حال وأهدى بال ما شاء الله. قلت أبشر إن هذا المرض والله أعلم هذا لا يتم لأشهر معدودة ثم سبحانه وتعالى يمحى طابته فكنا من شره مع الشكر والتقدير الطويلة المباركة الطيبة المباركة لخادم حرم الشريفين سلام عبد العزيز الرائد القائد إمام المسلمين ولنجله المبارك محمد بن سلمان فكلاهم في الجهد مشتركان وجميع قطعة الحكومية كلها ساهمت وتعاون المواطنون والمقيمون والإجراءات الشرعية والنظامية والصحية. فلذلك إن شاء الله فلا تقنطوا من رحمة الله إن أغفر الذنوب جميعا. أبشركم إن شاء الله أن هذه الفترة السوداء لن تطول بإذن الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عنيزة إهلالة 25 رمضان المبارك 1441 والله توفيق.